السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في طبعا تطبيقات كتير جدا بتبقى عبارة عن نوت بوك، بحيث ان انت تكتب اي حاجة عايز تفتكرها، قوائم من الحاجات اللي انت عايز تعملها وهكذا. جوجل بدأت تطلق حاجة اسمها نوت بوك ال ام، دي أداة ذكية لتدوين الملاحظات. زي ما انت شايف كده تقدر تسأله سؤال معين، ايه الحاجات اللي موجودة والحاجات دي كلها، هو بيبدأ يدور فيها كأن جوجل بارد او شات جي بي تي دخل ودور لك وجاوبك على السؤال دوت. فهيقدر يقول له مثلا لخص لي الكلام ده كله، فهو يبدا يلخصه لك، يبدا ان هو يتناقش معاك في الحاجات ديت. تقدر تقول له طب حول لي دي للغه كذا، ترجمها لي، تساله، ممكن تحط مقال علمي وهو يبدا يشوفه لك، فهيبقى ممتاز جدا. هو حتى الان تم اطلاقه في امريكا، لكن في ويت ليست او قائمه تقدر تسجل فيها، بحيث ان اول ما يبقى متاح للناس كلها تكون انت اول واحد يجربه. ممكن تحمل فيه فيديو وتقول له طب اقرا الفيديو دوت وقول لي بيتكلم عن ايه. ممكن تسال انا عايز اعمل رحله ومش عارف ايه الحاجات الاساسيه اللي لازم اخلي بالي منها. ف ممتاز جدا، نموذج للذكاء الصناعي، لكن مش هيوصل لمعلومات او مش هيجاوب من معلومات غير اللي موجودة في اللي انت كاتبها. يعني مش هتسأله سؤال فيبي يخش يدورك على النت، لا، الأصل ان هو بيناقش المعلومات بتاعتك انت والملفات بتاعتك انت عشان يديك إجابة ليك انت بس.